السلام عليكم، مرحبا بكم بالقناة ديالي وديالكم. غادي نبداو شهوة رمضان ان شاء الله. بعد ما درنا الشباكية ودرنا السفوف، غادي ندوزو لدابا البريوات اللي هما ضروري منهم في رمضان، ومحينشات بطبيعة الحال، لان يعني حشوة وحدة. انا كنستعمل حشوة وحدة بالنسبة للبريوات وبالنسبة للمحينشات. انتم كتشوفوا كيجيو غزالين مقرمشين ولداد ومعلكين من داك الشي الرفيع. كنحتاجو بطبيعة الحال اللوز البلدي اللي هو كيعطي المذاق رائع، وفيه يعني فيه الزيت اكثر من اللوز الاخر. عندي هنايا 800 غرام ديال اللوز، عندي 300 غرام مقلية، و500 غرام خضر، اللوز خضر ما مقليش يعني مفسخ، 300 مقلية بطبيعة الحال في الزيت. عندي 2 معالق ديال القرفة، و2 معالق ديال السنيدة، و100 غرام ديال الزبدة، و1/4 كاس او نص كاس ديال الماء الزهر. ما غاديش نديرو كله، غادي نشوف على حسب. غادي ناخد دابا، غادي ندير 1 معلقة ديال القرفة هنايا في هاد اللوز محمر، و1 معلقة في اللوز اللي محمر محمرش خضر. واخا هما غادي تخلطوا كلهم، يعني انا كنشوف اللي كيدير اللوز خضر يمكنلو يديرو بوحدو، واللي كيدير اللوز مقلي يمكنلو يديرو بوحدو. انا كنخلطهم بجوج. بغيتو ديرو البريوات غير باللوز خضر، يعني المعقدة باللوز، راه هي هادي كدير فيها مثلا نص كيلو ديال اللوز، 1 معلقة كبيرة ديال القرفة، 2 معالق كبار ديال السنيدة، و100 غرام ديال الزبدة. بالنسبة للوز المقلي كذلك نفس الشيء، كدير فيها نص كيلو ديال اللوز محمر ومقلي، 1 معلقة كبيرة ديال القرفة، 2 معالق كبارين ديال السنيدة، و100 غرام ديال الزبدة. كنطحن كلشي في الروبوت، كيتعلق، يعني العقدة ديال اللوز معروفة كتعلق، يعني اللوز خضر كنسميوه العقدة. اللوز المحمر حتى هو كنطحنوه حتى كيتعلق، ومن بعد كنضيف عليه. انا كنخلطهم في الاخر بجوج. نتوما اللي بغى يدير كل لوز بوحدو، يعني المحمر بوحدو يديرو في البريوات، واللي ما محمرش بوحدو حتى هو يديرو في البريوات. لا، انا كنخلط المحمر والخضر، كتجي العقدة هائلة. كنعاود نطحنهم ونضيف عليهم لما الزهر، صافي وكتولي عندي الحشوة جاهزة. كنزيد دابا الماء الزهر على هاد العقدة ديال اللوز وعلى اللوز المحمر اللي مطحون. نطحنهم بزاف بحال كيتعلق، بحال كيتعجن. ومن بعد صافي كنحطو. هانتوما غادي تشوفوا معايا، نص غادي نديرو بريوات ونص غادي نديرو محينشات. كنظن ما فهمتونيش مزيان. اللوز عندي اللوز الخضر اللي هو العقدة، واللوز المقلي. كاين اللي كيدير البريوات باللوز الخضر اللي هو العقدة يعني بوحدو وما يديرش معاه اللوز المقلي، وكاين اللي كيدير غير اللوز المقلي وما يديرش معاه اللوز الخضر، وكاين اللي كيخلطهم بجوج، كيخلط المقلي مع العقدة بحال اللي كندير انا. كندير الخضر مع المقلي بجوج بهم، كنديرهم في البريوات وفي المحنشات، كيجي غزال من داك الشرفي. جربوا تشوفوا. هانتوما الماء الزهر درت غير تقريبا 1/4 كاس. صافي دابا هو الحشوه عندي ديال البريوات والمحنشات واجده. غادي نحاول نديرها في شي جبانيه، ولا عاود ندلكها شي شويه بيدي عاد نستعملها. بطبيعه الحال راه البوطاجي عندي نقي ومعقم بالخل ومحكوك مزيان، يعني نظيف من داك الشرفيع، ما كاينش النظافه من داك الشرفيع. غادي نقسم على جوج، نص غادي نديرو كيف قلت لكم بريوات ونص محنشات. هانتوما تشوفوا البريوات كيفاش غادي نقادهم. كنبسطها هكا على شكل مستطيل اولا مربع، والاحسن نجيب شي بلاستيكه باش ما تلصقليش في الرخامه. كنقطع هكا مثلثات على بريوات صغيورين، على حسب بريوات صغيورين مثلثات، حيت عندي الورقه صغيره. هانتوما تشوفوا مثلثات صغيورين باش كتجيني في التطويه مزيانه.
كنقطع الورقه هكا الجنيبات ديالها من هكا ومن هكا باش كتعطيني على شكل مستطيل. عاد كيمكنني نقطعها شرائط باش كيجيو كلهم متساويين متقادين. كنسرح الاشرطه قدامي وكندهنهم بالزبده وكنبدا نعمر ندير الحشو ونبدا نطوي. كان داك القنيط اللي بقى لي في الاخر كنلصقو بالتحقيق من الفورس مخلط مع شويه الماء صافي. كنزوم للفوطار تبقى هكا مستمره حتى كنسالي البريوات كاملين. بالنسبه للمحينشات كنجيب هاد العقده ديال اللوز كنديرها بحال شكل السيجار الصغير لان عندي الورقه هي صغيره وكندير الورقه كنقطعها على جوج يعني على حسب كل نصف ورقه كنستعمل السيجار. كنحط الانصاف ديال الورقات قدامي بحال هكا كندير الجهه الملسه لتحت والجهه الحرشه من جهتي وكندهنها بالزبده. كنحط السيجار من الجهه العريضه وكنطويه للجهه اللي دائريه صافي. وكنخليهم بحال هكا بعد كندهنو كنديرهم في واحد الطاوه مغطيه بالبابي كويسون كندهنهم بالزبده وندخلهم للفران على نار مهيله حتى كيطيبوا ويتكرملوا وكنخرجهم مباشره كنطفيهم نخوي عليهم العسل. كنخليه فيهم شي ساعه ونص هما في داك العسل حتى كيشربوا العسل مزيان. من بعد كنهزهم وكنقطع عليهم الجنيبات ديالهم وكنقطعهم يعني صبيعات متساويين. كنزينوهم باللوز ايفيلي ولا اللوز كونكاسي ولا باش ما بغيتو وصافي. وكتقدموهم بالصحه والراحه. بالنسبه للبريوات كنديرهم في الزيت كنقليهم على نار مهيله شفتوا العافيه كيفاش دايره قليله وكندير عيب شويه بشويه حتى كيتقلاو لي مره مره كنحركهم باش كيجي عندهم اللون موحد يعني مذهب وزوين. مباشره كنصفيهم من الزيت كنديرهم في العسل كنخليهم حتى كيشربوا العسل مزيان. ومن بعد كنزين لثلاثه الشكيلات لوز كونكاسي جنجنان واللوز ايفيلي باش كي يعني منظر وصافي. يمكن لكم تزينوا بحاجه وحده من هادو. وبالنسبه للمحينشات زينتهم باللوز ايفيلي محمر بطبيعه الحال
نتمنى تجربوا هاد البريوات ديالي ومحينشات وينالوا الرضا ديالكم، وما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. شوفوا البريوة كيف جات، كتر تقلبها مقرقشه داكش رفيع. وعشركم مباركه وبالصحه والسلامه والهنا يا ربي. وانتم بالنسبه للمحينشات حتى هي انتم تشوفوا كي جات فنه حتى هي وغزاله ولذيذه معلكه.